والآن تجيف وتصمد. تواصلنا مع أهلنا في السريحة وفي أزرق. سريحة ما في شبكة، لكن أزرق اتواصلت واتكلمت معه قبل نص ساعة وعندي الرسائل موجودة. قال لي الناس ديل كالآتي، الطيران جاء مرتين وجاء أمس، ضرب أمس وضرب الليل الصباح، جاء الصباح لما جاء ضرب برا، وتاني جاء ضرب لي 5 عربات في الطريق في الكمار ومشى الطيران. الناس ديل دخلوا السريحة، بعد ما نسى السريحة الزخيرة حقتهم كبلة دخلوا السريحة، دخلوا السريحة، جزء من السريحة طلع وجزء من السريحة قاعد جوا. أزرق ما في حاجة، محاصرينها يعني حصار، ده آخر حاجة، أزرق محاصرة وبإذن الله تعالى منتصرين. ناس أزرق ثبتوا ما الليلة يثبتوا، ناس ديل ثابتين اليوم سنة ثابتين، وناس السريحة ديل ثابتين، لكن احتمال خزلتهم الزخيرة. لكن رجال أولاد رجال الشجاعة، وقسما بالله العظيم عندي الرسالة، قال لي والله نحن عارفين الوضع وعارفين الحاصل، وقسما بالله وقسما بالله، وقال لي رايدوا لنا ربنا اللي يحصل، وإحنا والله العظيم بنشكر الناس ووصل صوتنا للناس، الناس ما قصرت وقفت، وصل صوتنا للجيش وصلنا صوتهم، ولو ما في أي حاجة نحن والله ده في النهاية ده غدرنا وده نصيبنا. ده آخر كلام يتقال من هناك من جوا أزرق، موضوع منتهي، موضوع منتهي. ما في سوداني فرحان عشان أهله بيموتوا، ولا في سوداني فرحان عشان الجنجويد استباحوا بلدهم. كل الشعب السوداني زعلان عشان السريحة وعشان العزيبة وعشان أزرق وعشان ود النورة وعشان أم دقرسي وعشان ود المايدي وعشان كل الغرام. كل الشعب السوداني زعلان. ناس الفاشل برسلوا لي من هناك بزعلوا. الحاصل شنو؟ ناس هنا برسلوا لك كل ذول بزعل. الشعب السوداني كله على قلب رجل واحد. ما تخلوا السوس يخش بيناتنا. الجيش وصلته المعلومة، والطيران وصلته المعلومة وعارف أي حاجة. الآن الوضع في السريحة، طيران لو دقة بدق الملان، وده اللي بيستخدموا المواطنين دروع بشرية. يعني حتى الجيش لما نيجي يضرب، لما يكون جيش متقدم وفي طيران ما بيضرب. الجيش لازم ينسحب مسافات بعيدة حتى ان الطيران يضرب عشان ما يصير. لكن بإذن الله تعالى ننتصر، وقريب جدا 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 جدا. عشمنا في ربنا كبير وعشمنا في جيشنا كبير. ده آخر الموقف بتاع السريحة. السريحة دخلوها وبيمنوا بناس الكنابي، نفس الكلام اللي قلت لكم بناس الكنابي. أم دقرسي دخلوها بيمنوا بناس الكنابي، ود المايدي دخلوها بيمنوا بناس الكنابي. ودي الحقيقة، ناس الكنابي يعني أغلب الناس الآن اللي بيشفشفوا ويسرقوا ناس الكنابي. شفناهم في الفيديو موجود، وموجود قاعد ومعروف اسمه من يا تكبو، قاعد مع الجنجويد في السريحة، قاعد دخل مع الجنجويد السريحة معروف. وكلهم جابوا منه، جابوا شارون، شارون اللي هو كعب الجداد، ود الحرام القاعد هناك، ود الحرام القاعد في كعب الجداد اللي اسمه شارون ابن الحرام. ايوه ود حرامه ده، ود الحرام القاعد في كعب الجداد اللي اسمه شارون ده، هو جابوا لناس أزرق وجابوا لناس السريحة. ده جابوا لأزرق وجابوا للسريحة، جابوا للناس هناك. ده اللي كان قاعد مع الناس وأهله قاعدين مع الناس وكلهم قاعدين، الآن بيجوا. ده الحاصل يا أخي، انتوا استغلتوا أي حاجة. الآن جوا البيوت تسرقوا وتنهبوا، تسرقوا وتنهبوا، وفاكرنا خلاص ماشي لي قدام، ما في حاجة قصة. نحن مستحملين، لو سرقت لو نهبت لو سويت والله إلا ننتصر. والله ده جيشنا، ده ما بنبدله مهما حصل. لو شفتوا مسحتوا الجزيرة دي، احنا مع جيشنا وما بنبدل الجيش. نبدله بمنو؟ بوسخ زيك؟ نبدل الجيش بحتالة بشر زيك؟ برمم زيك؟ بأولاد ضيفان زيك؟ انت غبي بليد، ده جيش. عشان كده
الناس ما تنساك، كلنا زعلانين وكلنا غضبانين وكلنا والله في النهاية المعلومة وسط الجيش ومغدرين الجيش. الجيش بإمكانيته عنده المغدرة ولا ما عنده؟ ده هو بعرفها، انت ما بتعرف ولا عسكري، هو في النهاية بيعرف. الناس كلها تدعم جيشها، تقف مع جيشها، وما تساق، ما تساق ورا الحملة بتاعت القحاطة، ودارين واحد عامل نفسه دعم الجيش والجيش والجزيرة باع، ما باع، انت مالك، انت ما راجل، انزل. احنا كلنا بعنا بلدنا، كلنا طلعنا بعناه، خلي الجيش بعد الجزيرة. احنا الشعب السوداني كنا قاعدين في الجنة، شلنا كلنا طلعنا وقعدنا في النار، كلنا مزولين، ما الجيش بس، كلنا مزولين. عشان كده بندفع في الثمن، كلنا بندفع في الثمن. نمشي نشوف الميدان. اول حاجة التقدمات شغالة، يعني التقدمات اللي حصلت دي ما عشان يصبروك بيها زي ما بعض الناس اللي بيقولوا بيتريقوا، ولا علف عشان بيدوك ليه، وكلمة علف ذاتها كلمة بايخة، كلمة تافهة، ما بتطلع الا من زول تافه. علف وكلام، احنا في مرحلة بتاعت وطن، الناس يا تكون بقدر الوطن يا تبطل الشغل اللي بتعمل فيه. الناس بتنتهك اعراضها والبلد بتضيع، وناس دارة تتكلم كلام فاضي وصعلقة وكلام ما عنده اي قيمة. احنا في بلد بتضيع، اي كلمة منك محسوبة. ناس الليلة الجيش يتقدم انتحار، ما الناس مالك من الفرحة، من حق الشعب السوداني يفرح. يعني الجيش بيكذب يقولون ما وصل، ويصل الحريس ومشى على من الحريس، وما باقي لي الا هذيك شبارقة، بهناك شبارقة بقت في النص، بهناك منتهية وبهنا منتهية. دم الطريق ذاته بيحرر الجزيرة، كونه يتقدم عادي كويس، مبروك، الناس تفرح، ما عيب. ولا عشان احنا الانتهاكات دي يا دوب الليلة انتهكونا، يا دوب الانتهاكات ظهرت امس او لمس، يا دوب اهلنا في الجزيرة اليوم سنة كاملة بيعانوا. يوم من الايام بتدفع الثمن، طلع ناسك، طلع اسرتك، امشي اي مكان، استحمل لك شهر، استحمل شهر، ما بتاخذ اكثر من شهر، اقعد لك شهر برا. لكن ما تثق في الناس ديل، ديل بيستعملوك دروع بشرية، ولو الجيش دخل بيستخدموك دروع بشرية، ويوم من الايام يجوا ماشيين والله الا يعلموا عليك. لو الليلة نو يمشوا حيعلموا عليك. عشان كده الاسر، طلعوا الاسر من الجزيرة، المناطق اللي ما طلعت تطلع، اي غرية ما طلعت تطلع، اي مدينة ما طلعت تطلع، تستحمل تمشي برجولك، تمشي تقعد ان شاء الله تاكل التراب برا. في منطقة فيها جيش استحمل لك شهر، العفش ملحوق، الهناي ملحوق، بإذن الله تتعوض، طالما انت نفدت بعرضك وبأولادك وبنفسك الباقي كله سهل. لانه الناس زي ما عندهم حاجة، ولا شيء. بالنسبة كيكل ده زريعة، يعني ما قصد دارين كيكل زريعة ساي، لو كان حصل له ساي جاته طلقة ولا وقع كان بيحصل لك كده، ولو جو ماشيين بيحصل لك كده، ولو دخل الجيش بيعملوا لك كده. الناس دي الحياة، شو اي حاجة تاخدها، الناس ازال منه، الناس دارفور، الناس دي ما خلوا حاجة في دارفور. عشان كده الناس تكون واعية وتحسب الحساب. الان جيشك متقدم ومدني بالنسبة لنا، بقت في الطب قدامنا، هذه في المراية قدامنا، في الطبلون ما بعيدة. وبإذن الله تعالى، بإذن الله تعالى هانت. ناس صبرت الكثير بنصبر، ولو تاني استمرت صابرين، لأنه ده خيارنا وده طريقنا، لازم نمشي ولازم نمشي، ده الطريق لازم نمشي، كتب علينا وفرض علينا أنه لازم نمشي. لو ما عبرنا من الطريق ده ما في دولة سودانية ولا في أي حاجة، كلام ده واضح. الآن الناس ترتب أنه آية الجيش داخل، والأمور في تجهيزات، في حاجات بتتجهز، في شغل بيتجهز، وحتشوف بعينك. لكن الأسر القاعدة جوا الآن، القاعدة مع الناس ديل، تحاول تطلع، لقى الطريقة كل زول يطلع، فضوا المناطق، خلوا الجنجويد قاعدين، عشان تاني ما يكون في حاجة. أي زول قاعد الآن في الجزيرة يطلع مناطق فيها جنجويد، ما تقعد معه، نطلع. لأنك أنت يوم من الأيام حتقول تنزف تنزف تنزف، حتقول تنزف حتقول تنزف، لأنه الجنجويدي ما عنده رحمة ولا عنده دين ولا عنده أخلاق، بيقبل عليك انت، دقاوي الجيش ما بيقدر على الجيش، يدق منه بدقك انت،
بدقك انت. شفت لو طيارة جات ضربت فيهم كده وماتوا فوق الناس بيجيك انت بدقك. ليه؟ لانه ما عنده حاجة، لا بيقدر يمشي لجيش ولا راجل بيداوز جيش ولا عنده اي حاجة. التقدمات شغالة، الامور الطيبة شغالة، الترتيبات شغالة. حتى الليلة في بحري هجموا من الصباح، هجموا على الجيش القاعد بهناك. طبعا لانه الناس بتقول الجيش وين، الجيش وصل كده، الجيش وصل كده، مشوا هجموا عليه في الحتة اللي بيقولوا الناس وصلها. الجيش كان صاحي وصداهم وجغى منهم كمية كبيرة. كذلك في المقرن هجموا على الجيش في المقرن وبرضو صدوهم ودقوهم وجغموا منهم، والطيران جاء ودق الفزع حقه في حوالين المقرن سوق العرب المناطق دي، الطيران اتدخل. الوضع ممتاز جدا 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 جدا، والامور سالكة وطيبة، والمحاور نار وشرار، كمية مهولة من الجيش، كمية خرافية وزيادات كميات، والعتاد حدث ولا حرج. مستنفرين حقهم وصل، والله العظيم حق المستنفرين وصل. اي مستنفر داير يشيل، اسمح كلامي، امشي البطانة وشيل سلاحك، هذاك جاهز. اطلع من الجزيرة داير سلاح، امشي طوال سلاحك. ولا دي تعليمات، دي تعليمات من القائد العام. اي مستنفر، اي زول قادر يشيل سلاح يدوس سلاح، جابه ووفره كميات مهولة. اي زول داير سلاح يمشي يشيل طوالي. اي زول من ناس الجزيرة داير سلاح يمشي يشيل، هذيك في البطانة المعسكر وعندك في المناقل. اي مواطن داير سلاح يمشي يشيل سلاح راقد راقد، والله الخير راقد، والله الكلام قالوا القائد العام، قالوا في البطانة يوم العزاء بتاع سعادة العميد شهيد احمد شيع الدين، والله تاني يوم وصل قال لهم كلهم كده انتهى، تاني يوم وصل. بقول لك معلومة، ما بقول لك، بقول لك دي الحقيقة. الآن ما شاء الله البطانة والله محل تشتت الملح ما فيه، الدنيا والعالمين مستنفرين، محل ما تقبل جيوش، مستنفرين من الشعب السوداني من جميع القبائل، كل الناس بهناك والله شفت بطونة دمدم. بيقول له انا دخلوا، وقسما بالله العلي العظيم حيحصل شيء في الجنجويد، ودي اللحظه التاريخيه بتاعت الشعب السوداني، وده التاريخ بيتسجل. والله تتدسى تخد جوا بيت، تطلع في راس بيت، تطلع جوا هناي، والله انت ميت ميت. بنقول لك بالواضح، تتدسى تمشي السما تنزل، والله ميت ميت. الان الشعب السوداني ده دا كله داير حقه، ويوم يقول لهم خلاص ادخلوا بيجوك بيشوف بعينك. القصة انتهت، القصة خلصانة، ما في أي حاجة، ما في أي شيء، بالعكس الناس ثابتة والناس مصنددة والناس زايدة، وحتى القوات النظامية كميات كبيرة، كميات كبيرة إمدادات جات لبطانة وجات للفاو والشرقية، وكل الناس جاهزة. بالنسبة لسنجاب فيها ترتيبات، فيها ترتيبات، في ناس دارين يرفعوا يدين، وفي ناس دارين، واحنا لسه ما معروف، ما معروف اللي بيحصل في سينجا شنو. لكن انا وجهة نظري والله طوالي بيل سينجا، لانه اي تحطيل انت بتدي الناس ذيل فرصة عشان تاني يحيوا. اي زمن طالما جاتك الفرصة والناس ذيل دايس فيه ونما طوالي دوس، هتديهم مهلة يوم كامل ليه؟ ليش لو تديهم مهلة؟ انت بتثق في ذيل، ذيل ما بيثقوا فيهم، ديل يموتوا طوالي، ديل ما بشر، ما في سوداني بيرضى ولا في سوداني بيقبل. الناس اللي في سنجا ديل مفروض طوالي طوالي طوالي، ما في حاجة، طوالي جوا، ما تديهم نفس ولا تديهم مجال تاني لحياة ولا تديهم حاجة، طوالي تنتهي منهم خلاص. عندك شنو غير سنجا هناك؟ ما عندك غير سنجا، سنجا ما عندهم، ما عندهم تاني حاجة بهناك، لا عندهم فزع ولا عندهم قوة ولا عندهم حاجة. عشان كده الناس تكون عارفة وتكون واعية، دي الخواتيم، بتحصل حاجات كثيرة، وبيجيك ضغط نفسي، وبيجيك كناي، وبتجيك ضغوط، وبتجيك كل دقيق، انت تكون ثابت وعارف وفاهم. السلام عليكم ورحمة الله، اهلا بكم.
شهيد وإصابة أكثر من 250 شخص في منطقة أزرق والسريحة بولاية الجزيرة. مناشدة من أبناء جزيرة أزرق والسريحة إلى قوات المسلحة السودانية، إلى أبطال الجيش السوداني وقادة المخلصين، إنما تشهد فقراء جزيرة أزرق والسريحة اليوم من فزاع وانتهاكات لم يسبق لها مثيل من قبل. قوات الدعم السري تجاوز كل حدود الإنسانية ولم تهد أرواح أهلنا وممتلكاتنا وكرامتنا في أمان. لقد تكالبت علينا القوى الباقية دون الشفقة ولا رحمة، حتى أصبح الصغير والكبير مستهدفين في أرضهم وبين جدران بيوتهم. نحن أبناء الجزيرة نطالبكم تحركا فوريا وصارما لحماية أرواح المدنيين وإنقاذنا من تقيان هذه الجنجويت الإجرامية التي استباحت كل ما هو مقدس. نريد أن نشاهد طيران العسكري في سمائنا يحمي أهلنا من الظلم والقهر، حتى لو كان الثمن إسقاط مروحيات عسكرية تضرب بقوة دفاعا عن الحق والعدل. يا قادة الجيش، يا قادة الجيش الشرفاء، إن شعبكم ينتظركم ولن يغفر لكم التاريخ تقاعسكم في هذه اللحظة الحرجة. يا قادة الجيش، الرجاء منكم تساعدونا حتى إذا كان إسقاط المزل. يا قادة الجيش، أنقذوا أهلنا في المستريحة وأذرق. الرحمة والمغفرة لشهداء الوطن، جل الشفاء للجرحى، دعواتكم لأخوانكم وأمهاتكم وأخواتكم في المستريحة والذرقة.